بدر الدين الادريسي اللي كنعتبره انا شخصيا استاذ للصحافه الرياضيه والصحافه بصفه عامه. في الادريسي كيتواجد الان بيت ديالو الثاني مع العالي الصحافه والإتصال، لان العلاقه بين بدر الدين الادريسي ومع العالي الصحافه والإتصال كترجع الى سنوات حينما كان الدكتور المرحوم الدكتور محمد طلال مؤسس مع العالي الصحافه والإتصال، كانت كتربط علاقه كبيره مع السي بدر الدين الادريسي بحكمه بدر الدين الادريسي رئيس الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه، بالتالي كانت هذه الشراكه